وإذا ما فعلت أنا فلن أسامح نفسي. ستكبر إريكا دون أمها وبدون أبيها. عندما تعود روزاليندا سأكون أفضل أب في الدنيا. وإن لم تعد؟ لا بد من عودتها، إنني متأكد. ليس معك كبريت لتسخين الحليب؟ أنا معي. منتهى الجمال، ماذا سأفعل بالكبريت؟ ماذا؟ تصبح على خير. لوسي، لما مستيقظة؟ لا تطع النوم فدرة. لماذا؟ وما المشكلة؟ لا أدري، منذ قليل فدرة شعرت بشيء وكأنه مصيبة سوف تحدث. أن أهدأ، ومن غير الممكن أن أعود للنوم. ربما الاشتياق لإريكا وروزاليندا. نعم أنت محقة، تعودت أن تقفزي من سريرك عندما تبدأ بالبكاء، ولكن كوني مسرورة، لن تفعلي ذلك الآن. أرجوك، لست مسرورة، فأنا أحب أن أرعاها. أنا مختلفة عنك، فأعصابي كانت متوترة عندما كانت موجودة، عندما أخذوها السماء انفتحت لي. لأنك لا تحبين الأطفال مطلقا. أعرف أنك مجنونة بحبهم. عندما أتزوج أنيبال وأنجب طفلا سأخذك لتبقي معي وتقومي بتربيته. فرناندو خوسيه، هل نمت على هذه الأريكة طوال الليل؟ يبدو ذلك. نمت بعد رحلة من التفكير. فلترتح في غرفتك، سوف أعد القهوة وأحضرها لك. من يتصل في الصباح الباكر؟ هلو؟ أجل، إنه موجود، مكالمة لك. شكرا. هلو؟ أهلا بك إيميليا. أجل، أخبريني.
وهل تأذت روزاليندا؟ حقا؟ أعطني إياه. سيدتي، سيدة فاليريا، لن تصدقي ماذا حدث. ماذا بك بيرتا؟ هنا، خذي واقرأي ما هو مكتوب عن روزاليندا بيريث. لا، لا أصدق هذا، غير ممكن. متى حدث؟ البارحة. هل أنت متأكد من هذا؟ لا، لا. ماذا هناك فرناندو خوسيه؟ ماذا؟ حصل حريق هناك بالمستشفى. حريق. روزاليندا. ماذا؟ روزاليندا توفيت. لا، لا، لا يمكن. هذا مستحيل فرناندو خوسيه، هذا الكلام غير صحيح. ماذا قالوا لك؟ هل يتكلم؟ لا يعرفون ماذا حدث، لا يعرفون كيف نشب، والأمر الواضح بأن الحريق قد بدأ من غرفة روزاليندا. وعندما أدركوا ماذا حدث كانت الأمور أفلتت من أيديهم. هناك عدد من الإصابات والضحايا والمسؤولون في حالة انهيار. ربي، هناك سأفقد عقلي. هناك مجموعة سأفقد عقلي من الجثث والضحايا. وروزاليندا ليست من الناجين، لقد ماتت. ماتت. لا، لا، لا. روزاليندا احترقت حتى الموت. من الواضح هناك مزيد من الضحايا. كيف عرفت أن روزاليندا من الضحايا؟ انظري هنا، هذه قائمة بأسماء جميع الضحايا. اقرأي هنا. روزاليندا بيريز روميرو، لا يوجد شك بذلك. إنما روزاليندا ليست من الأموات. هذا ما يقولونه عندما لا يستطيعون أن يجدوا شخصا من بين الناجين بمثل هذه الحالة يكون ميتا. باعتقادك سمع بذلك فرناندو خوسيه؟ نعم، أمر مؤكد. ألفريدو يجب ألا يدرك شيئا. سوف يعرف أكيد. ليعرف ذلك في مكتبه، فلا أريد أن أتحمل مزاجه. يا ربي، المسكينة، حصل هذا لأنهم تركوها هنا. كان المكان الوحيد لعلاجها. لم يتوقع أحد أبدا ما حصل. فرناندو خوسيه أين هو؟ ذهب هو وسليداد ليعرف الموضوع. ضربة موجعة وقوية. أرأيت فيدرا؟ بينما حدث ما حدث كنت أنا وأنت نستمتع ليلة أمس. اسكت رجاء، ما ذنبنا؟ جافير تحلى بالصبر. بيتنا لا يستحق كل هذه التعاسة بنفاسيو. ولكن هل تأكدوا من هذا يا صديقي؟ اسمها ضمن قائمة المفقودين، وقالوا لفرناندو خوسيه إن روزاليندا ميتة. كم أفتقد حبيبتي. عفوا، أنا بمنتهى السعادة لأن حياتي سوف تتبدل قريبا. ماذا يجري؟ يا بني، روزاليندا ماتت. ها هي الجثة.